صباح الخير سلمى. صباح النور نور، صباح الخير إليك وصباح الخير لكل المشاهدي الأخبارية السورية بمحطاتنا الصباحية لليوم. طبعا ما زلنا مستمرين بتغطياتنا المباشرة على مدار الأيام منذ وقع الكارثة والفاجعة الإنسانية على بلدنا الحبيب سوريا، وأيضا على هذا الجانب سنكون اليوم مع محطات عديدة متنوعة منها التطوعي والاجتماعي لنضيء على بعض المبادرات الإنسانية المهمة التي يجب أن تكون موجودة اليوم. والصراحة أنه الشباب السوري لوحده هب من دون ما حدا يقول له، ورح نحكي اليوم عن بعض هاي الجوانب وأيضا عن بعض الجوانب العلمية والطبية الضرورية التي يجب معرفتها إلى جانب الأخبار التي دائما ننقلها على مدار الساعة. رحمة لكل من توفي، رحمة لضحايا الزلزال، ونتمنى الشفاء العاجل لكل الجرحى. الله يعوض الناس ويصبرها ويفرج على بلدنا، وكل الشكر والجهود لرجال الإطفاء والإنقاذ والدفاع المدني والفرق الإنقاذ التي أتت من الخارج أو من الداخل، وكل من تطوع ليعمل ويساعد ويساند الشعب السوري في محنته الكبيرة. أكيد سلمى، نحن مستمرين على شاشة الإخبارية بتغطية مستمرة منذ فجر الاثنين وقت وقوع الكارثة الإنسانية. الزلزال المدمر كان أثره كتير كبير على الناس، أكيد خالص العزاء لكل أهالي الضحايا. نتمنى من القلب الشفاء العاجل لكل المصابين. بدنا نقول تحية لكل الجهود وتظافر الجهود الكبيرة من جميع القطاعات، الدفاع المدني، رجال المرور، جميع الوزارات، الكادر الطبي، وزارة الصحة عندها مهام جدا كبيرة اليوم لاستمرار عمليات فينا نقول الإنقاذ والمعالجة لكل الناس. نحن مستمرين على مدار الساعة على شاشة الإخبارية لتغطية جميع تداعيات حدث الزلزال المدمر. نحن عم نحاول نكون مع كل الناس، كاميرا الإخبارية منتشرة في جميع المحافظات، اللاذقية، طرطوس، حما، حلب، موجودة في المطارات لرصد طائرات المساعدات من الدول العربية الصديقة. شفنا محاولة لكسر الحصار الغاشم لموجود ومستمر منذ بداية الحرب على سوريا إلى الآن. تتنحى السياسة جانبا أمام الكارثة الإنسانية، يجب كسر الحصار المستمر على سوريا لمساعدة جميع المتضررين. نحن عم نحكي وندافع عن وجع الناس اليوم، واجب كل حدا سوري موجود على الأرض يدافع عن كل الناس المتضررة. خلونا نروح لفاصل ونبلش رحلتنا الصباحية. يعني نور، لحظات إنسانية قاسية عاشها السوريون على مدار الجغرافيا السورية، سواء كنا ضمن المحافظات المنكوبة أم لم نكن، فكلنا سوريون على هذه الأرض. أي مصاب وأي ألم في أي مكان هو يؤلمنا ويوجعنا بالتأكيد. في لحظات تغير وجه العالم، وبالأخص عند الساعة 4:15 صباحا من فجر يوم الاثنين توقفت الحياة في كثير من المحافظات السورية، المباني سويت بالأرض ومعها أيضا سويت حياة ناس سوريين وعائلات سوريين. صحيح. تشردوا، أصبحوا في الشارع، فقدوا العائلات بأكملها فقدت، وأيضا في لحظة وجدنا اليد السورية التي هبت لتكون يد بيد، لأنه إذا ما بدأنا من نفسنا ما رح نقدر نحل أي شيء. أكيد الرحمة لكل أرواح الضحايا نور. أكيد الرحمة لكل أرواح الضحايا والخالص العزاء بدنا نقول لكل أهاليهم. نتمنى الشفاء العاجل للكل. سمعنا كثير على السوشيال ميديا أقاويل وإشاعات حول هزات ارتدادية، حول تسونامي. الناس قلبها ما بيحمل بعد وجع. اللي عنده معلومة مفيدة تتبع لأي مركز مختص ينشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، لأنه هي لو كانت إشاعات عم تعطي شوية رعب بقلوب الناس. نحن عم نحاول نوصل المعلومة الصحيحة. الهزات الارتدادية قديش رح تكون مستمرة على الأرض إذا في تسونامي؟ كتير تناقلت بعض وسائل التواصل الاجتماعي ما في تسونامي. لنحكي عن كل هاي الإشاعات والمعلومة الصحيحة من مختصين. اليوم معنا بالاستديو الدكتور خالد عمر، معاون مدير المركز الوطني للزلزال. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. صباح الخير المشاهدين. اهلا وسهلا فيك. يعني الحقيقه يعني من بدايه هذا الزلزال الى اليوم سمعنا
50,000 تحليل على مواقع التواصل الاجتماعي، وحتى بعض الأشخاص عن جهل أو عن دراية، وتم نشر هاي الأخبار. ويمكن بلحظة من اللحظات نحن وجهنا رسائل عبر الإعلام أنه رجاء لا تسمعوا لكل شيء عم ينحكى، اسمعوا الأخبار من المصادر الرسمية اللي هي معنية بنشر هذا الخبر، لأنه في ناس ضلت بالشوارع رفضت أنه هي تروح بيوتها وعملت عبء على المجهود الإغاثي اللي موجود. خلينا نحكي عن هذا الزلزال، منشأه وآثاره الممتدة. صباح الخير. أول شيء بحب لكم أنه نحن في المركز الوطني للزلازل في وزارة النفط والثروة المعدنية لدينا العديد من المحطات لرصد الزلازل منتشرة على مساحة سوريا، طبعا ترصد الهزات على مدار الساعة. للأسف في يوم الاثنين صباحا يعني حدث الزلزال اللي كان بصراحة يعني كتير مأساوي ودمر في منطقة شمال يعني على سطح الأناضول. فهذا الزلزال طبعا يعني هو حدث نتيجة حركة صفائح تكتونية، يعني مثل ما بنعرف نحن هذه الصفائح دائما في حالة حركة تحدث هزات خفيفة ومتوسطة وقوية. الزلزال اللي حدث الساعة 4:17 دقيقة فجرا يوم الاثنين بتاريخ 6 الشهر الحقيقة كان زلزال يعني قوي جدا، أضرار طبعا كانت كبيره عنه، وللاسف يعني مناطق الشمال السوري تاثرت بشكل كبير فيه بسبب قربها من بؤره الزلزال. طبعا الزلزال يعني وقع بمنطقه غازي عنتاب تقريبا، فهو يبعد حوالي 120 كيلومتر عن مدينه حلب. لذلك يعني كانت اغلب المناطق المتضرره هي حلب وحماه واللاذقيه وجبلي، وهذه المناطق يعني نتيجه قربها. طبعا الزلزال كان بقوه 7.8 درجات قدره. نحن كل ما ابتعدنا عن الزلزال بشكل عام بتخف شدة الزلزال أو بقل تأثيره. كان الارتداد 5.1 تقريبا. موضوع الارتداد يعني موضوع هو شدة الزلزال تتناقص كل ما ابتعدنا عن الزلزال بشكل عام طبعا. صحيح. فلذلك يعني نحن بالقرب من المناطق الشمالية الغربية من سوريا قريبة من الزلزال صار في بعض الدمار وبعض الأبنية للأسف، طبعا الرحمة لأرواح جميع الشهداء أكيد. ونتمنى الشفاء للمرضى. كان يعني في دمار في بعض المنازل يعني للأسف، نتمنى طبعا احنا السلامة للجميع. لكن هذا الزلزال طبعا عقبه عدة هزات يعني فيما بعد. الزلزال طبعا يعني وقت بيكون بدرجات خفيفة وكذا لا يؤدي إلى أضرار، لكن وقت عم تكون زلازل قوية عنا عم تؤدي إلى هذا الدمار اللي عم نشوفه. وللأسف يعني الدمار يعني صار بهالمناطق اللي في شمال سوريا، ونتأمل أنه بشكل يعني ما يكون يعني إن شاء الله في هزات أخرى يعني بهالقوة هاي. طيب خلينا نحكي بالدول المجاورة، فينا نقول النشاط ما زال مستمر، في هزات ارتدادية، خلينا نحكي عنها أكثر، يعني خلينا نطمن الناس، إلى الآن الناس بعدها خايفة، في ناس لسه ما رجعت على بيوتها، عندها قلق في حالة من التوتر من الرعب. نحن الهدف اليوم نوصل المعلومة الصحيحة، حضرتك مختص، النشاط مستمر ببعض الدول لهزات ارتدادية، هل ستؤثر على بعض المناطق ولا لا؟ نحن يعني فينا نقول تخطينا المرحلة القاسية. طيب الحقيقة معلش بدنا بس في هون خارطة عندي بسيطة فينا نوضح يعني نرفع يعني شوي خلينا يعني نرفع ونعد عن النص عن النص. أي تماما يعني الخريطة يعني موقع الزلزال فيها واضح هون، موقع الزلزال اللي صار بمنطقة غازي عنتاب. طبعا هذا الزلزال يعني اللي كان قدره 7.8 الساعة 4:17 دقيقة تقريبا، النقطة اللي بالأحمر هي مركز النقطة الحمراء هي مركز الزلزال، هي مركز الزلزال الرئيسي اللي تبعد عن حلب حوالي 111 كيلومتر. طبعا بعد بعشر دقائق صار هزة كمان بقدر 6.7 كمان قوية، كمان شعرت فيها معظم مدن السورية للأسف. يعني هزة كانت قوية كمان. بعد ذلك طبعا صار عندنا العديد من الهزات الارتدادية في نفس المنطقة، يعني بقدر يتراوح 6 درجات و5 درجات وهكذا على مدار يعني عدة ساعات. يعني الهزات ما ضلت في المنطقة نتيجة الزلزال القوي اللي صار، طبعا في إجهادات بالمنطقة نتيجة طبعا هون الصدع الشرق الأناضول اللي هو في شمال سوريا، طبعا هو صدع خطير ودائما عم يكون في هزات عليه، يعني دائما مثل زلزال إزميت والزلزال اللي صار هلا، يعني فدائما زلازل نتيجه انه هو على منطقه يعني خطره جدا هي صدع شرق الأناضول. طبعا نحن المنطقه هي اللي عم يصير فيها الهزات هي منطقه يعني
في عندنا يعني القوس القبرصي ملتقى، يعني القوس القبرصي هو صدع كمان، ملتقى القوس القبرصي مع صدع البحر الميت في الشمال مع الشرق الأناضول، فعدة منظومات صدعية يعني تفصل عدة قارات عن بعضها، فالمنطقة يعني دائما نشطة ومعقدة تكتونيا، لذلك يعني دائما يحدث فيها هزات، الهزات عم تكون خفيفة لكن في بعض الأحيان عم يكون في هزات قوية للأسف يعني. بالنسبة للهزات الارتدادية بس اللي عم نحكي عنها، مثل ما كنتم شايفين صار عندنا عدة هزات ارتدادية بعد الهزة بنفس المنطقة. طبعا هذه الهزات الارتدادية في بعضها كان 6 درجات وبعضها 5 درجات، طبعا هذه الهزات يشعر بها الإنسان، لكن في هزات ايضا كمان لا يشعر بها الانسان، 3 درجات و4 درجات لا يشعر بها الانسان، لكن الاجهزه ترصدها. لذلك هذه الهزات الارتداديه بشكل طبيعي هي دائما الهزات الارتداديه اقل من الهزه القويه المدمره، وان شاء الله ما لها تاثير، بسبب انه الزلزال القوي اللي مدمر يعني اثاره وضحت على الارض، الزلازل الاخف ما يعني تاثيره عم يكون اقل وضررها اقل، ونامل يعني دائما السلامه للجميع. اكيد فهذه الهزات الارتداديه امر طبيعي تحصل بعد الزلزال القوي، ونتيجه يعني طبعا تراكم الاجهادات اللي موجود بالقشره الارضيه طبعا، فهذه الهزات الارتداديه تستمر يعني لفترات معينه طبعا. فيما بعد يعني يتم القوة تنخفض قوة الزلزال، يعني نحن هلا عم نلاحظ انه عم تقل عدد الزلازل وعم تخف يعني القوة تبع الزلزال، يعني صار في تباعد زمني، كان هزات بوتيرة عالية ثم بمسافات زمنية اطول، بعد ذلك صار في عندنا يعني هزات بقوة اقل يعني اخف بين نفس المنطقة تقريبا. وهون ضروري ان يمكن ان نوضح من خلالك استاذ يعني انه في فرق بين الهزات الارتدادية اللي هو أمر طبيعي إنها تستمر لفترة من الوقت، وبين حدوث زلزال، وهذا ما تم الترويج عنه بأنه انتظروا بعد كم يوم رح يصير في زلزال قوي بهذا اليوم بهذا التوقيت، وبعد بيومين بده يصير لسه زلزال أقوى، يعني وبلشت الناس ترتعب، يعني مثلا هن عطوا تاريخ بكرة إنه بكرة بده يكون في زلزال قوي، فما صحت هاي المعلومات علميا نحن عم نحكي. هلا للأسف يعني كثرة الأقاويل والإشاعات طبعا، نحن بنتمنى انه دائما تكون المصادر العلميه وموثوقه او من مواقع رسميه او موثوقه. موضوع يعني زلازل او تنبؤ بالزلازل خلينا نسميه، انه الزلزال يعني باليومين الماضيين سمعنا عده تنبؤات، الساعه 6 مساء بيصير زلزال، مزبوط، الساعه 10 صباحا، الساعه كذا، طبعا ومضى الوقت يعني ما صار. طبعا هي نحن هاي الاقاويل كلها لا ناخذها بعين الاعتبار، لانه بصراحه يعني هي غير علميه وغير منطقيه بسبب واحد، التنبؤ بالزلازل لحد الآن يعني هو أمر صعب علميا جدا، يعني صحيح صعب علميا، لأنه عدة طرق جربت ولم تأتي بنتيجة ولا بيعطي مؤشرات يعني واضحة، يعني نحن يعني في عدة طرق درست لنتمكن من التنبؤ بالزلازل لكن لم نصل نتيجة، يعني مثلا قياس غاز الرادون في الشقوق وزيادة كثافته، مثلا دراسة تغيرات حقل الكهربائي الأرضي أو الحقل المغناطيسي، يعني في مؤشرات فيزيائية تم دراستها يعني لم تنجح، لم تؤتي نتيجة حتى الآن، يعني ممكن يحصل زلزال وممكن ما يحصل زلزال، فلذلك هذه المؤشرات يعني اللي درست علميا ما أتت بنتيجة، لذلك عم نشوف نحن أنه كونه يعني لو في يعني مجال للتنبؤ بالزلزال ما كنا شفنا الأضرار عم تصير باليابان أو صحيح. بأوروبا أو بأي دولة صحيح. من العالم، لذلك ما في طريقة علمية لحد الآن انه نقدر نتنبأ بالزلزال علميا. هاي نقطة كثير مهمة لازم نركز عليها وكل الناس تسمع اليوم، ما فينا ابدا نرصد اي معلومة حول تنبؤ بزلزال قادم، اكيد يعني التنبؤ هو صار موضوع احتمال يعني للاسف يخطئ ويصيب، لكن علميا لا ما في طريقة تؤكد انه زلزال سيحدث زلزال اليوم الفلاني والساعة الفلانية وبقوة الفلانية، يعني هو امر صعب علميا يعني من الناحية العلمية إلى الفترة الحالية طبعا. طيب خلينا نحكي عن الهزات الارتدادية اللي يعني كلنا شعرنا بها، كانت مثل ما قلت نشطة، نحن تعرضنا للزلزال بفجر الاثنين، استمرت الهزات الارتدادية أول يومين بشدة عالية وبلشت تخف تدريجيا، خلينا نحكي عن هاي الهزات الارتدادية وقع وأثرها، رح يكون إلى أثر ولا لا؟ يعني الناس متخوفة من هيدا الموضوع، بس خلينا نطمنا ولو معلومة بسيطة. الحقيقة هي الهزات يعني مثل ما حكينا انه الساعة 4:17 فجرا صارت الهزة القوية اللي بقدر 7.8، بعد ذلك ب10 دقائق صار عندي هزة بقدر 6.3
أربعة يعني نحن عم نتحدث مع حضرتك أستاذ، نتابع الآن مشاهد من مطار حلب الدولي لوصول ثاني طائرة أرمينية محملة بالمواد الإغاثية المتنوعة لطبعا مساعدة المحافظة المنكوبة ضمن سلسلة من الطائرات التي تصل تباعا إلى مطار حلب ومطار دمشق ومطار اللاذقية منذ فجر الاثنين إلى الآن. لم تتوقف طبعا المطارات من استقبال طائرات الإغاثة من الدول المختلفة. الآن أعيد، مطار حلب يستقبل طائرة أرمينية قادمة محملة بالمساعدات الإغاثية. رح نكون طبعا في حال ورود أي تفاصيل من مراسلينا، رح نكون الآن كانت اللقطات الأولى لوصول الطائرة. بعتذر، تفضل كفي. تفضل أستاذ، كفي الفكرة. بشكل عام الزلزال القوي اللي صار الساعة 4:17 الحقيقة يعني عقبه زلزال كمان قوي 6.4 تقريبا، وشعر فيه معظم الناس. بعد ذلك حدث العديد من الهزات الارتدادية بقدر 5.5 درجات. في الساعة 1:00 كمان 1:30 تقريبا صار عندنا هزة للأسف كمان 7:30 بنفس المنطقة تقريبا، تبعد عنا قليلا إلى الشمال حوالي 7.5 درجات. هذه الهزات يعني كونه بهذه القوة فوق 6 درجات شعرت فيها معظم الناس. بعد ذلك بدأت الهزات يعني بقدر 4 درجات و5 درجات بنفس المنطقة نرصدها على مدى يومين طبعا 48 ساعة. بعد ذلك لاحظنا طبعا انه هاي الهزات بدأت يعني المسافة الزمنية تزيد قليلا يعني بيناتهم، وبدأت قوة الزلزال بالهبوط يعني كانت بين 6 و5 بعدين صارت بين 5 درجات و4 درجات وهكذا، يعني حاليا هي بين 3 درجات و4 بنفس منطقة الزلزال. طبعا أمر طبيعي حدوث هذه الهزات الارتدادية بعد الهزة القوية. طبعا هذه الهزات الارتدادية عم تكون في منطقة الصدع. هلا نحن نتابع رصد الهزات على كل الصدوع، ليست فقط على صدع الأناضول، إنما مثلا بعض الهزات ممكن تصير يعني على صدع القبرصي أو البحر الميت. طبعا الهزات يعني اللي عم تصير على الصدوع يعني دائما بقدر 2 و3 درجات دائما تحدث ونرصدها، وأمر طبيعي واعتيادي يعني ما في أي مشكلة عليها. لكن عندما يكون عندنا هزات بدرجات متوسطة وفوق الوسط نبقى يعني نراقب يعني انه زياده النشاط الزلزالي على هذه الصدوع. بس هي المنطقه مثل ما قلت هي مهيئه اساسا، يعني رح نشهد نشاط يعني لا نستطيع نحن التنبؤ، بس مثل ما قلت انت حللت البنيه التحتيه، من خلال هذا التحليل ممكن نشهد استمرار لنشاط الزلزال ولا لا؟ رح يكون مثل ما قلت شد يعني خفيف لا نشعر به؟ الحقيقه كل منظومه تكتونيه لها طبيعتها الخاصه، يعني مثلا شرق يعني الشرق المتوسط في عندنا نفرض يعني عندنا صدع البحر الميت اللي يمتد من البحر الميت باتجاه الحدود السورية اللبنانية إلى منطقة الغاب. مثلا هذا الصدع هو صدع إزاحة جانبية يسارية، طبعا هذا له طبيعته وله نوع حركة معين، تمام، هذا منطقة صدعية تكتونية. أضف لذلك في عندنا القوس القبرصي كمان هو صدع بيمتد بالبحر باتجاه جنوب قبرص. بعد ذلك في عندنا صدع مثلا شرق الأناضول اللي بيلتقى مع صدع البحر الميت في الشمال. كل منطقة لها طبيعتها التكتونية الخاصة فيها. يعني الهزات اللي بتحصل على كل صدع لها طبيعة معينة وآلية حركة معينة. هلا الهزات كونه أغلبيتها على صدع شرق الأناضول فهي في الشمال يعني بعيدة عن يعني خارج الحدود السورية، يعني قوتها عم توصل خفيفة بالنسبة لنا. لكن نحن دائما هدف طبعا في عندنا شبكة وطنية عم نرصد الهزات فيها يعني اللي عم يصير ضمن الأراضي السورية في مثلا بحما أو في لبنان أو كذا، يعني هون في عندنا صدوع عم نراقب مدى هذه الصدوع، الهزات اللي عم تصير على هي الصدوع هل هي يعني خفيفة متوسطة، نراقبها نسجل احداثيات الزلازل التي تحدث عليها. وطبعا يعني دائما فيها حركة مثل ما حكينا، لكن حركة خفيفة ومتوسطة وان شاء الله ما بصير يعني فيها زلزال قوي، لانه نحن بصراحه موضوع نتنبأ انه في زلزال قوي لحد الان ما مثل ما حكينا علميا غير وارد يعني. يعني كمان خلينا نحكي عن موضوع بعض التحاليل العلميه تناولت الاسباب، يعني شفنا اليوم معلومات كثيره نشرت عن انه هل بعض ما تقوم به الدول مثلا من سحب المياه في اماكن معينه او كذا هو يؤثر او يؤهب او يساعد على حدوث الزلازل. هلا بالنسبه لموضوع المياه او الامور الاخرى، يعني هلا الزلازل يعني خلينا نقول انه 97% تقريبا السبب فيها سبب حركه الصفائح والتكتونيك، يعني في تاثير بسيط لبعض الامور الاخرى، لكن انه مثلا
المياه السدود او بعض الامور الاخرى يعني ممكن تاثر، لكن هالقوه يعني ما راح تكون بهالقوه، يعني قوه الزلزال اللي عم يكون هو نتيجه حركه صفيحه كامله، يعني صفيحه العربيه اللي هي بتمتد من البحر يعني حوالين البحر الاحمر باتجاه المحيط باتجاه ايران، فصفيحه ضخمه هي وتحرك، ودائما على حدود هذه الصفيحه في عندنا هزات، فيعني لنفرض انه في سد معين خزن مي او صار هزه تحريضيه معينه، يعني عم يكون فيها قوه معينه محدده، لكن وقت عم يكون على مستوى حركه صفيحه عم نشهد هذه الزلازل المدمره، يعني هي حركه صفائح تكتونيه وهي الاسباب الرئيسيه اللي عم تكون للزلازل طبعا. طيب خلينا نطمن الناس لو بالختام نحكي بالأيام القادمة، يعني نحن عم نحاول نحكي معلومة صحيحة من مختص، نحن عم نحكي عن المركز الوطني لرصد الزلازل، كل الناس في ناس لسه لهلا ما رجعت لبيوتها للأسف، عندهم حالة من الرعب والخوف بالأيام القادمة، هل سنشهد ممكن يكون بعض الهزات الارتدادية الخفيفة اللي هي لن تؤثر على أي منطقة؟ أول شيء أنا بحب يعني ما في داعي للذعر والرعب بين الناس، يعني والانجرار شفت السوشيال ميديا قديش كانت مواقع الفيسبوك وغيرها يعني في معلومات كثير غير مغلوطة وغير صحيحة. يعني وقت بده يصير زلزال طبعا، يعني زلزال عم يصير هو ظاهرة طبيعية، يعني حدث عم يصير، ف يعني صعب التنبؤ فيه، صحيح. فاللي بده يقول زلزال الساعة 6 او الساعة 10 او كذا، يعني هذا مواضيع بعيد عن الصحة العلمية وبعيد عن الدقة، فما في داعي نجر ورا هذه الاقاويل وما في داعي للرعب، يعني الزلزال هو ظاهرة طبيعية، نحن يعني هذا الزلزال ما فينا نمنع وقوعه، صحيح. يعني وقت بده يحدث الزلزال فالظاهرة الطبيعية بده تحدث مثل اي ظاهرة اخرى، لا فينا نتبع فيها ولا نمنع وقوعها، لكن نحن نتمنى أنه دائما يكون عندنا أبنية مقاومة للزلازل، منشآتنا آمنة وسليمة لحتى نتفادى أضرار هذه الزلازل. وما في داعي للخوف والذعر، لأنه بصراحة يعني إذا بنضل في حالة خوف ورعب يعني هذا موضوع رح يزيد ويفاقم من الموضوع طويل، يعني نحن هزات موجودة دائما على الصدور وعلى الفوالق وبقدر خفيف ومتوسط، لكن عندما حدوث زلزال قوي هنا يعني يبدأ يعني شوي حالة الترقب، لأنه مراقبة النشاط الزلزالي على صدع معين ضروري تكون، وقت بيكون عندنا هزات بدأت متوسطة وأقوى من ذلك. يعني دكتور خالد بداية يعني هي معلومات جدا مهمة اللي حضرتك طرحتها اليوم، وضروري كنا نحن نحكي ونعيد، يعني دائما على مدار الأيام نحن عم نكرر ونعيد، رجاء رجاء تقصي المعلومات من الصفحات الرسمية، من الجهات الرسمية، من التلفزيونات الرسمية، هي مصدر المعلومة، من المعروف أنه بأي أزمة بأي حرب بأي كارثة تكثر الإشاعات، لا نخلي صفحاتنا على السوشيال ميديا تكون هي سلبية أكثر من الحالة اللي نحن عايشينها، خلينا نكون إيجابيين، فينا نستخدمها مثل ما في كتير جمعيات وأمور تطوعية نشرت على صفحاتها شيء إيجابي من أجل دعم الناس بدل ما ننقل الأخبار والإشاعات. بدي أشكرك دكتور خالد لوجودك معنا، ونتمنى نكون قدمنا المعلومة الصحيحة أكيد للناس. شكرا لك. شكرا لكم وشكرا لجميع المشاهدين. أكيد بدنا نتشكرك دكتور خالد على وجودك معنا، وأكيد سلمى بدي ضم صوتي لصوتك، يجب على جميع الناس عدم نشر أي معلومة عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون التأكد من المصدر، لأنه الناس ما بقى تحمل وجع وألم. مثل ما بلشت الكارثة فجر الاثنين كان في فينا نقول هبة على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي، بنعتز وبنفتخر فيها نخوة للمساعدات، الناس كانت عم تحاول تكون إيد واحدة، فرح نضل يا رب إيد واحدة. خلونا ننتقل هلأ مشاهدينا لموجز لآخر المستجدات السياسية وتداعيات الزلزال إلى اليوم مع زميلتي لور خضور. صباح الخير لور. صباح الخير نور. موجز لآخر الأخبار بعد الفاصل. أكدت وزارة الصحة ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 1262 وفاة و2285 إصابة، وذلك في حصيلة غير نهائية. فيما ذكر مراسلو الإخبارية أن فرق الإنقاذ تواصل عمليات البحث ورفع الأنقاض وتقديم المساعدات للمتضررين في المحافظات التي تعرضت للزلزال.
تلقى الرئيس بشار الأسد اتصالا هاتفيا من الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، أعرب خلاله عن تعازيه وتضامن بلاده مع سوريا فيما تعرضت له جراء الزلزال. كذلك تقدم رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بخالص تعازيه خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأسد. كما تلقى الرئيس الأسد اتصالا هاتفيا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قدم خلاله لسيادته وللشعب السوري خالص التعازي بضحايا الزلزال. وأكد الرئيس عباس وقوف القيادة الفلسطينية وشعب فلسطين إلى جانب أشقائهم السوريين. أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس أن مراكز الإيواء في حماة واللاذقية تتناسب مع عدد المنكوبين في المنطقتين. في مؤتمر صحفي عقده من حلب، أوضح المهندس عرنوس أنه تم وضع خطة إسعافية سريعة للتعاطي مع الكارثة، تضمنت في البداية تسخير كل السبل والوسائل لإنقاذ الأحياء وانتشال الضحايا. وصلت إلى مطار دمشق الدولي عدد من الطائرات القادمة من عدة دول تحمل مساعدات إنسانية وإغاثية، حيث وصلت إلى مطار دمشق الدولي طائرة فنزويلية محملة بمساعدات إغاثية، كما وصلت عدة طائرات بينها إماراتية وأردنية وإيرانية إلى مطاري دمشق وحلب الدوليين محملة بالمساعدات لمتضرري الزلزال. ختام الموجز، عودة إليك نور. شكرا لك لور. أما هلأ مشاهدينا مستمر بباقي محطاتنا لليوم مع فقرتنا التالية. صحيح نور، نحن مستمرين مثل ما قلنا برصد كل ما يعنى بموضوع الزلزال، وطبعا إن كان على الشأن الإنساني الاجتماعي والخبري. ورغم الظروف القاسية اللي فرضوا الحصار طبعا الجائر على سوريا والعقوبات القسرية التي تعاني منها سوريا والتي تفاقم وتزيد من أي وضع إنساني نمر فيه، ولكن بالأوقات الصعبة دائما تعودنا أن السوريين يكونوا موجودين إيد بإيد مع بعض، وهذا الشيء اللي لمسناه حقيقة على أرض الواقع خلال الأيام الماضية، إن كان من الجمعيات التطوعية ومن الفرق التي يعني حرفت مسار عملها كليا من أجل هذه المعونات طبعا، وتقديم مساعدات من منزل ومأوى وغيرها من الأمور. أكيد سلمى، منذ بداية فينا نقول آثار الكارثة الإنسانية اللي كان في إلى أضرار مادية وجسدية ونفسية على كل الناس، شفنا سوريين هبوا إيد واحدة لبدء عمليات المساعدات، شفنا الناس عم تحاول لو بمساعدة بسيطة، الناس عم تفتح بيوتها، جميع الشباب المتطوعين نزلوا على الأرض ليقدموا مساعدات للمتضررين، جميع الجمعيات الإنسانية والخيرية كمان كانت عم تشتغل على الأرض ومستمرة. من بين هي المبادرات معنا من محافظة حلب السيد منتصر كيالي يحكي عن حملة أطلقها لدعم المتضررين، وبنعرف محافظة حلب من أكثر المحافظات المتضررة من الكارثة الإنسانية. صباح الخير. صباح النور. صباح النور من حلب. نعم صباح الخير أستاذ منتصر، الله يرحم طبعا ضحايا الزلزال بمحافظة حلب وبكل سوريا ويعافي الجرحى، وإن شاء الله أنتوا أهليكم والكل بيكون بألف خير يا رب. بداية خلينا يعني بنعرف أنه أنتوا عندكم أساسا جمعية ودائما تشتغلوا بكل من وقت كورونا حتى الآن، بداية كيف حالة أهلينا المتضررين بحلب؟ أول شيء صباح الخير للجميع، صباح الخير لحتى كل متضرر، صباح الخير لكل حدا مد ايده لساعتنا. يعني الوضع مثل بقية المحافظات للأسف، يعني الوضع شوي فيه خوف، فيه كركبة نوعا ما، ويعني بتأمل خير إن شاء الله يا رب. وأكيد أصحاب أيد البيضاء عم بدوا ايده عشان يساعدونا، وإن شاء الله الصحة للجميع ويا رب نضل بخير. طيب خلينا نحكي عن الحملة اللي أطلقتوها، كثير من الحملات والمبادرات تم إطلاقها، خلينا نحكي عنها، كيف بلشتوا، كيف عم يتم الشغل، كيف عم تقدروا تتواصلوا مع المتضررين؟ هلا أكيد نحن ميدانيين، أكيد نحن ميدانيين على الأرض، منا قاعدين بالمكاتب، نحن ميدانيين عم نقوم بالمناطق المتضررة، مناطق الإيواء، مناطق اللي تضرر فيها الناس، عم نكون نحن دوما موجودين عشان خدمتهم. فشيء طبيعي، شيء طبيعي نحن موجودين تقريبا صرنا ثلاث ايام من يوم بلشت الكارثه، اول يوم بلشنا نحن بتوزيع
المعونات، توزيع الحرامات، توزيع الاغذيه، توزيع الحليب، اهم شيء الحليب، عندك رضع، هذا شيء كثير مهم مشان موضوع دعم الناس، اللي الدفع كثير مهم. يعني بلشنا بالفتره هي، وصلنا تقريبا شيء لاغر شيء 3 أو 4 أيام تقريبا عم نشتغل ميدانيا على ارض احنا، واكيد ان شاء الله بيكون دوما شيء يكفي، بس للاسف يعني شد ما حاولنا مدينا ايدنا نحن بنضل نحن بعازه وبنضل بنقص نحن. اكيد اكيد ان شاء الله نقول الخير للجميع يا رب. يا رب. نعم استاذ منتصر، يعني خلال الايام الماضيه شهدنا عدد كبير من المبادرات الانسانيه الموجوده في حلب او حتى من المحافظات الاخرى التي خرجت الى حلب. بدايه وين تمركز المعونات اللي عم بتقدموها، الاماكن اللي عم تتواجدوا فيها، من اجل طبعا الناس تكون عارفانه، لانه بتعرف احيانا عم بيصير بعض اللخبطه بين الناس وين ممكن يتوجهوا او وين ممكن يلاقوا حدا يساعدهم. نحن موجودين بكل مناطق، مناطق الايواء، مناطق المدبر، مناطق الكلاسي، صالحين، بستان القصر، سليمان حلبي، هالمناطق هي بالذات موجودين نحن. اكيد نحن بصراحه مو لحالنا، نحن مشبك مع كثير مبادرات، كل جمعيات، منها جمعيه ساعد، منها جمعيه اكسجين، بنوجه لهم كل التحيه اللي اتجهوا بقوافل اللي عندنا لحلب، محيي السويدة، لان هن بصراحه هذول اهدى ناس لهدول، بنحيي جماعه كانوا موجودين مع الاستاذ عصام حبال باي نقطه، باي نقطه موجوده. ضروري التشبيك مع كل المحافظات، مع كل الجمعيات، مع كل الناس، رح تكون ايد وحده، اذا ما كنا ايد وحده اكيد ما حنوصل لشيء نحن. موجودين بعده نقاط، باي محلات ايواء موجودين نحن بمراكزنا، حاليا متواجدين بمنطقه الكلاسي. لان كثير مهم الموضوع بالذات، ان في كلاسي في مناطق متضرره وامنيه متهدده. فان شاء الله يا رب، ان شاء الله يا رب تدور قد الحمل. بس يعني انا عم بحكي على حالي ميداني، انا مالي قاعد بمكتب، انا عم بحكي محل سمعت حوالي الصوت. وان شاء الله خير يا رب، ان شاء الله عم نشوف. اكيد زخير، تحيه لكل اهالي جميع المحافظات بسويدا، بدرعا، بدمشق، بكل المحافظات، كل الناس هبت ايد واحده لتقديم المساعدات. رصدنا عبر شاشه الاخباريه جميع المبادرات، عم نحاول نرصد وعبر شاشتنا باسفل الشاشه كل المعلومات عم تكون مع الارقام لجميع المبادرات لتقديم المساعدات الانسانيه لكل الناس، مع رصد جميع طائرات الاغاثه من الدول اللي عم تحاول تكسر الحصار الغاشم على سوريا لتقديم المساعدات. خلينا نحكي بالختام، العمل التطوعي اليوم عم نشوف كتير كبير على الأرض، جميع المبادرات موجودة لمساعدة المتضررين، وقلت عم يتم التشبيك مع كتير من الجمعيات والمبادرات، هذا هدف أساسي، أهمية التشبيك اليوم للوصول لأكبر عدد من المتضررين ومساعدتهم. هلا أنا كلامك أنت أوكي تمام، وصلني الفكرة. اذا نحن ما شبكنا مع بقيه المحافظات، مع بقيه الجمعيات المبادرات، ما حننجح. رح نكون ايد بايد عشان نكون مع بعضنا. 9 سنين حرب علمتنا نحب بعضنا، 9 سنين حرب خلتنا نكون مع بعضنا، 9 سنين حرب خلتنا دوما بشكل اشكال نكون نحن موجودين. بس انا لي نقطه واحده بس، عم بقول على نقطه واحده بس، التجار ارحمونا، ارحموا جماعه هدول التجار اللي جماعه الازمه، ارحمونا، لاني شيء يكون مثلا صار الفرشه تكون مثلا ب 17000 عم بيعطي 30000، ارحمونا، حرام حرام. نحن بالاخير شعب نستاهل، نحن نستاهل نحب، ليش بتعطلوا هذا الشيء معنا؟ بس نداء اغاثي، ارحموا هدول التجار اللي عم بيعطوا هدول الاسعار، ارحمونا، لاني نحن بحاجه نكون مع بعضنا. أكيد أكيد أستاذ منتصر، مرة تانية بدنا نتشكرك على كل الجهود اللي عم بتقوموا فيها، مشكورين كل مين نزل ولبى نداء هذه الفاجعة على بلدنا الحبيب، شكرا كثير لك، وأكيد مشاهدينا مستمرين بمحطاتنا. أكيد بدنا نشكر الأستاذ منتصر كيالي، بدنا نشكر جميع الشباب السوري اللي عم يكونوا موجودين، المجتمع الأهلي على الأرض لمساعدات جميع المتضررين. نحن عم نحاول عبر شاشة الإخبارية ومراسلية بجميع المحافظات رصد جميع المبادرات الإنسانية والمساعدات الإنسانية عبر الشاشة، أسفل الشاشة في كثير من المبادرات عم تكون تواصل مباشرة مع المتضررين، أجنحة الشام عبر مكاتب عم تحاول كسر الحصار على سوريا لإيصال المساعدات عبر مكاتب ببعض الدول العربية، وشحنة إلى سوريا مجانا، جريح وطن أيضا بعض المكاتب بالمحافظات السورية، الأرقام موجودة أسفل الشاشة، أي حدا بيقدر يتواصل معهم لمساعدة المتضررين ومد لعينهم لهم. خلونا هلأ مشاهدينا ننتقل مباشرة لدير الزور مع مؤسسة بصمة شباب سوريا وحملة تبرع بالدم والتفاصيل بالتقرير التالي.
بمشاركة واسعة من أهالي دير الزور، نفذ فرع مؤسسة بصمة شباب سوريا حملة تبرع بالدم دعما للمتضررين من الزلزال. تنفيذا للحملة اللي أطلقتها مؤسسة بصمة شباب سوريا بكافة القطور، قمنا بالتبرع بالدم وشاركونا مثل ما أنتم شايفين الكثير من الأهالي توافدونا بالمئات ليقدموا المساعدة بالدم لأخوتنا المتضررين جراء الزلزال اللي ضرب شمال سوريا. توافدت أعداد هائلة وكبيرة من أبناء دير محافظة دير الزور للتبرع بالدم، وهذا يدل على وحدة الدم السوري ووحدة المصير واللحمة الوطنية في البلد. والحمد لله جاهزية المركز جاهزية 100% على مدار الساعة، والدم متوفر بجميع الزمر والمشتقات الدموية. جايين نتبرع بالدم لأهلنا بالمحافظات اللي تضررهم، وإحنا جاهزين دائما. هذا أقل شيء نقدمه لإخواننا اللي تضرروا بالزلزال اللي ضرب سوريا. الله يشفي الجرحى إن شاء الله والرحمة لكل الضحايا. الحملة واجب إنساني يسهم بالتخفيف عن المتضررين، وتأكيد على أن الدم السوري كان وسيبقى واحدا. براهيم الظلي، الإخبارية السورية، دير الزور. نور، رح نروح لمحطة جدا مهمة وهي بالشأن الطبي والإسعافي. من المعروف أنه بلحظات الكوارث الطبيعية ودائما يكون السؤال كيف ممكن أتصرف؟ فجأة الشخص ممكن يكون نايم ببيته مثل ما صار بكثيرين فينا أو بكل المحافظات تقريبا. الناس نايمة ببيوتها، فجأة تزلزلت الأرض وبالتالي ناس فائت مرعوبة، ناس نزل أجزاء من المنزل ضمن المنزل، ما تعرفوا وين بدهم يوقفوا، شو بدهم يعملوا، كيف بدهم يتوجهوا. أسئلة كثير بتدور ببال كل شخص فينا، أنا شو ممكن أعمل؟ وبنبلش كمان نقرأ أنه عمل هيك أو لا تساوي هيك، ولكن دائما نحن بنبحث من خلال طبعا ضيوفنا عن المعلومة الصحيحة والأكيدة. أكيد، يمكن نحن أساسا موجودين وظهورنا اليوم على الشاشة لتقديم المعلومة الصحيحة اللي نقدر نوصل لأكبر عدد من الناس. أهم شيء يمكن بهي الحالات سلمى، خصوصا حالة الكوارث، المعلومة الصحيحة من مختصين بعيدا عن مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا. أول شيء ممكن يخطر بال على أي شخص هي الإسعافات الأولية. كثير من الناس اليوم تم إخراجها من تحت الأنقاض، إلى الآن عمليات الإنقاذ مستمرة. كثير من الناس ممكن تقوم ببعض الخطوات الصحيحة للإسعافات الأولية لإنقاذ أرواح كثير من الأشخاص الموجودين بعدهم تحت الأنقاض. كيف بيتم التعامل مع بعض الخطوات الإسعافية حسب الشدة وحسب الحالة؟ نحكي عن هذا الموضوع أكثر معنا الدكتور سامر يحياوي، اختصاصي في طب الإسعاف والطوارئ. صباح الخير. صباح النور، يا أهلا وسهلا. صباح الخير فيك، أهلا وسهلا فيك دكتور. بداية خلينا نحكي عن أهم القواعد الإسعافية اللي بالعموم لازم الكل يعرفها عند حدوث الزلازل بأوقات الأزمات والكوارث. خلينا نحكي إرشادات عامة بالبداية وبعدين ندخل بالتفاصيل. تمام، مثل ما تفضلتوا بالتقديم، مشكلة إصابات الزلازل بتبلش من إصابات خفيفة كتير حتى إصابات للأسف بتكون بتنهي الحياة أو أنه ما بتتوافق مع الحياة. أخطر شيء نحن عنا بقصة الزلازل هو للأمانة أنه غير متوقعة، بعكس الكوارث الثانية اللي ممكن الواحد يجهز حاله لها بحسب الرصد وبحسب الأخبار الثانية. نحن دائما يعني منفضل أنه يكون أي شخص على دراية بالإسعافات الأولية اللي ممكن يقدمها في حال الإصابات، في حال حتى الإصابات المنزلية اللي بشكل عام ممكن أنه تصير. إصابات الكوارث خاصة الزلازل للأسف بتتماثل بإصابات خفيفة حتى السحق. صحيح. وهي هي المشكلة، هي للأمانة غير متوقعة. يعني نحن ما فينا دائما نقول أنه نحن لازم مثلا نسحب المريض شوي شوي، نحن ما بنعرف أصلا شو بيكون صاير معه تحت الأنقاض من إصابات. احنا بنعرف انه الاصابات بتصير شدتها بتساقط اجزاء من المباني، بتساقط من ممتلكات المنزل اللي ممكن تنزل وتعمل اصابات، فهي اللي بتعمل اصابات حاده ممكن انه تنهي الوفاه بهيك حاله. طبعا اللي بيفاقم هي شده احيانا الاصابات هو الاسعافات الخاطئه اللي ممكن تتقدم بوقت الاصابه، وللامانه هذا ما في لوم ابدا، لانه نحن شفنا انه هي نخوه وهي يعني مثل ما بنسميها
بنسميها بالعاميه الفزعه، انه نحن بدنا ننقذ اشخاص اللي علقانين تحت الانقاض او انه نحن نطالعهم، فنحن ما فينا نلوم الاشخاص اللي عم تسعف انه ليش هيك عملت او ليش هيك سحبت او ليش، ولكن طبعا في قواعد عامه هي موجوده بالطب وبالعلم لاصابات الكوارث. نحن لازم اول شغله ناسس غرفه اداره كوارث من نواحي الكوادر الطبية حتى نحن نقدر نتعامل مع الإصابات. بعدين نحن لازم يكون عندنا مشافي ميدانية ممكن تتأسس بوقتها لحتى نقدر نقدم خدمات الطبية بهيك حالات، لأنه نحن دائما نعرف عدد الإصابات بالكوارث بيكون كبير ضخم. يعني كل الدراسات بتقول من 1 لحتى 15% عدد الإصابات المتوقع بالزلازل بالمنطقة المصابة. يعني إذا فينا إحنا لنفرض 1,000,000 شخص، فنحن نتوقع أنه ممكن يكون 150,000 شخص مصاب فوري في 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 اماكن الحوادث، وهي للامانه بتتطلب كوادر وجهد طبي كبير، خاصه انه من ضمن اصابات اللي بتصير بالزلازل هي اصابه الجسور، فنحن بيصير عندنا منع لنقل المرضى، اصابه حتى المنشات الصحيه ممكن تخرج عن الخدمه، وهذا بفاقم حتى للاسف الاصابات والوفيات على المدى الطويل. طب دكتور خلينا نحكي عن الاسعافات الاوليه، ولو بنقدر نوصل معلومه مفيده للناس، ونحن عم نحكي لليوم عم يتم عمليات الانقاذ واستخراج الناس من الانقاض، وهي تتصف ب مثل ما قلنا يعني هي خفيفة متوسطة الشدة قوية أحسن مثل ما قلنا لمفارقة الحياة. كثير عم نشوف يعني عبر رصد شاشة الأخبارية كيف عم يتم استخراجهم، يعني خلينا نحكي شوي شوي، يعني في ناس قدرنا نستخرجها، نحن بنعرف تمت لساعات طويلة فالنفس عندها ممكن يكون بطيء، دقات القلب خفيفة، هون بالحالات يعني ببلش تدريجيا، وفي إصابات أكبر الإصابات مثلا ممكن التعامل معها هي المخيف الرأس الظهر، بنعرف قديش إلى أثر كبير كبير على حركة الشخص تماما. فخلينا نبلش شوي شوي، الناس اللي عم يتم استخراجها يعني من تحت الأنقاض للنفس، إذا كان نفسها خفيف القلب دقاته بعدها بلشت هيك تخف شوي شوي طبعا. شو الإسعافات الأولية اللي ممكن نقوم تمام. فيها؟ نحن دائما في عنا قاعدة طبية بنسميها يعني الـ ABCD اللي هي دائما نحن في أول الإصابات لازم نحن نأمن الطريق الهوائي للمريض، لأن نحن بنعرف بانسداد الطريق الهوائي رح يتوقف القلب صحيح. توقف التنفس، وهذا لا سمح الله رح يؤدي للوفاة. فأول خطوة نحن لازم نعملها هي نأمن طريق الهواء إلى المريض. هذا بيتم بفتح الفم، رفع الرأس للخلف حتى نحن نترك الطريق الهوائي سالك، وطبعا إزالة أي شيء ممكن يكون عالق ضمن البلعوم أو ضمن الفم حتى ما إنه يصير فيه ارتداد لإله ويسمح بفتح الطريق الهوائي. طبعا نحن بهي الإصابات لازم نحن نراعي قصة تثبيت العمود الفقري، لأنه نحن لا سمح الله بتأمين الطريق الهوائي أو فتح الفم أو إرجاع الرأس للخلف نحن ممكن نعمل أذية مفاقمة، إذا كان في كسر نحن ممكن نعمل إصابة نخاع شوكي صحيح. ولا سمح الله أنه تؤدي للوفاة. فنحن لازم أول شغلة نثبت العمود الفقري الرقبي، ونحن نأمن الطريق الهوائي نسمح للمريض بالتنفس، هو نحن أمننا بجزء بسيط على الحياة. ننتقل لتاني شغلة هو التنفس، نحن يعني فتحنا الطريق الهوائي نحن لازم نأمن التنفس، مثل ما تفضلتي حضرتك أنه بيكون التنفس أحيانا بطيء فنحن لازم ندعمه. كان عنا معدات ممكن نحن ندعم بالأكسجين أو ندعم نحن بالماسك اليدوي، نأمن نحن تهوية للمريض حتى نأمن جزء من الأكسجين، حفاظ على الأعضاء والحفاظ على الحياة. في حال قدرنا ان شاء الله انه نحن نعمل هيك ننتقل نحن لنأمن الدورة الدموية بهيك حالة، هي مراقبة الضغط، مراقبة النبض، الحفاظ على دقات القلب. في حال تباطؤ القلب بهيك حالة لازم نحن ندعم دقات القلب مثلا بالتمسيد اليدوي، وطبعا ممكن نحن نقدم علاج دوائي في حال كون كوادر طبية موجودة. هلا هون نحن عم نقدم اسعاف سريع، اسعاف اولي لاشخاص نحن قدرنا نستخرجهم، ولكن نحن كمان لازم نحن نراعي قصة الشخص اللي طالع من تحت الأنقاض بوجود كسور بوجود ردود، كمان هذا لازم كله يتثبت. يعني هو الأمان التعامل مع المريض بهيك وقت بيكون صعب شوي وحساس نسبة لتعدد الردود صحيح. الردود المتعددة اللي بتكون ونحن أكيد بنجهلها بالنسبة له. دكتور كمان يعني بما أنك حضرتك أشرت أنه يمكن مشاكل الكسور الأغلبية بيكون عم بيعاني من كسور أو ردود، أو أحياناً بيكون مثل ما بيقولوا أنه في طرف من أطراف الجسم صار له فترة طويلة مثلاً عليه طرف من الحجر أو كذا، فبالتالي ممكن يصير في ورم في أكثر من هيك. إذا شخص يعني عم بيقوم بالمساعدة هو ليس شخص احترافي، وشفنا كثير عالم بهذا الوقت حاولت أنه هي تنقذ يعني وتساعد رجال الإطفاء والإنقاذ
عن آلية كيف أنا ممكن أسحب، شو ممكن أعمل، يعني الآثار السلبية اللي ممكن تنتج عن طريقة الإنقاذ الخاطئ، مشان وعي الناس كمان تماماً. اللي عم تحاول مشكورة أنه هي تكون موجودة وتساعد وتساهم. تماماً، هي للأمانة بهيك وقت بيكون الواحد همه يحافظ على الحياة فقط. صحيح. بغض النظر على طبيعة الإصابات الموجودة، يعني نحن من لهفتنا على الأشخاص ونحن شايفينهم تحت أو نحن عم نقدر نطالعهم، فنحن بيهمنا سحب المريض مهما كان درجة الإصابة. هلأ هذا صحيح وغير صحيح، صحيح لأنه نحن طبعا لهفتنا على الحياة، ولكن غير صحيح لأنه نحن ممكن بإصابات خفيفة نفاقم الإصابات. مشكلة مثل ما تفضلتي هي تناذر السحق أو الهرس اللي عم بيصير بهيك حالات. يعني نحن ممكن هاي الإصابات للأسف تؤدي للبتر، بتر الطرف، سواء بتر وظيفي أو بتر فعلي، بانقطاع التروية الدموية وحدوث تورم، وخاصة للأسف أنه لا زال بعد مرور أكثر من 48 ساعة في أشخاص لهلأ عالقين تحت. صحيح. الأنقاض، فهدول اللي لا سمح الله عنده قصة سحق أو إصابات كبيرة، فهذا للأسف تتضاءل فرصة النجاة. نحن عم نحكي من واقع طبي، ولكن نحن دائما قلوبنا ودعواتنا أنه إن شاء الله أنه يعني تكون إصابات خفيفة ويقدروا يطالعوا الكل وليس أكبر قدر ممكن الإصابات، ولكن كواقع طبي نحن يعني مجبورين نحن للأسف أنه نحن نحكي أنه ممكن هاي الإصابات مع تأخر الوقت تؤدي للوفيات، يعني لا سمح الله. هي مشكلة يعني مشكلة الكوارث وخاصة الزلازل، انه نحن عندنا ثلاث فترات يعني للإصابات الكبرى انه ممكن نحن نعالجها او لا. يعني خلينا نوضح بشكل اكبر انه الوفيات بتصير بثلاث ذروات. الذروة الاولى هي وقت حدوث الإصابات نسبة لتساقط الاجزاء الكبيرة من الأبنية على الأشخاص. الذروة الثانية اللي بتصير ممكن هي بعد ساعات، يعني لأيام كأقصى حد، الأشخاص اللي عندهم إصابات كبيرة وللأسف صار صعب التعامل مع كسور الحوض الشديد، إصابات العمود الفقري، إصابات الردود الدماغية أو السحق الجزع البطن، وهي فهدول غالبا للأسف تنتهي بالوفاة خلال ساعات. هذا اللي بيخلي الإحصائيات كل ما تزيد. وطبعا الذروة الثالثة بتصير خلال أيام للأشخاص اللي تعرضوا لإصابات كبيرة وكان عندهم أمراض مزمنة، فهدول للأسف ممكن أنه ترتفع فيها نسبة الوفيات. ولكن نحن كيف فينا نحن نقدم خلال الوقت المباشر؟ هو أول شغلة إخراج المريض مهما كان درجة الإصابة. بعدين نحن أول ما يطلع المريض لبرا ممكن نشتغل على تثبيت المريض، لأنه نحن متوقعين قولا واحدا وجود كسور نتيجة الردود. تمام. وبعدها نحن بنلجأ للي ذكرناه، هو تأمين الطريق الهوائي وتأمين الطريق التنفسي والدورة القلبية. طيب دكتور، مثل ما بنعرف الإسعافات الأولية عند استخراج أي شخص وعنده نزيف هي كبس مكان النزف للحفاظ، مثل ما قلنا، على يعني عدم خسارة كمية كبيرة من الدماء. لكن في إصابات داخلية، يعني نزف داخلي، فالناس مثل ما قلنا للآن يعني نحن عم نحكي عن 3 أيام مرقت عم تم استخراجه، في بعض الأشخاص ممكن يتم استخراجه عنده نزف داخلي. شو المؤشرات اللي ممكن تعطي، يعني بعض المؤشرات اللي ممكن ينتبه لها الشخص، لأنه أحيانا ما بيكون مبين عليه للشخص، مثل ما قلنا ردود بنقول لا سليم هيدا الشخص. في بعض المؤشرات ممكن ننتبه لها كإسعافات أولية أنه ممكن يكون عنده نزيف داخلي ببعض طبعاً. أماكن الجسم نحن عم نحكي مو فقط في الرأس، ممكن المعدة، ممكن البطن، ممكن أي طبعاً. جزء مثل ما تفضلتي، ممكن نحن يكون عندنا ردود خارجية مع كسور مترافقة مع نزوف داخلي، وهي ممكن ما تكون واضحة بالشكل العياني للأشخاص اللي نحن بنسميهم خارج الرعاية الصحية أو الغير متمرسين بهيك حالة. ولكن شو هي ممكن العلامات؟ نحن ممكن تكون عندنا نزوف دماغية، هي ممكن نحن نشوف علامات نحن الطبية بالنسبة لنا كمتمرسين تكشف لنا اياها، مثل علامات مثلا انقباض الحدقات او النظر. صحيح. صحيح. يعني هي العلامات الطبية البحت، ولكن خلينا نحن نركز على الشغلات اللي الاشخاص العوام اللي ممكن يكشفوها. اول شغلة طبعا هي هبوط الضغط، هذا شيء اساسي انه الضغط نازل، فمعناتها نحن ممكن يكون في عنا نزف داخلي. طبعا بهيك حالات نحن في عنا شغلة اسمه الصدمة العصبية اللي هي ممكن تعطي علامات النزف ولكن لا يوجد. وطبعا هي يعني نشوفها إجماري للأشخاص اللي تعرضوا الصدمة العصبية أو النفسية بشكل كتير كبير. طبعا كمان شحوب الأطراف. المشكلة هلأ أستاذ إنه نحن هلأ بوقت برد، واللي تحت الأنقاض متعرض للبرد وبدون أكل، يعني هذا لحاله هذا ممكن يعطي نفس علامات الصدمة تبعت صدمة النزف. فنحن عنا خلينا نقول بشكل أساسي تباطؤ القلب، انخفاض الضغط، شحوب الأطراف والشحوب المركزية، هذا بيدل أنه نحن في عنا نزف داخلي، ولو كان أنه بسيط ولكن على مدى 3 أيام هذا بيكون أثر للنزف.
نعم دكتور، خلينا نحكي بالنسبة للنساء والأطفال، وخصوصا يعني شفنا معجزة تمت من كم يوم أثناء ولادة طفل من الأطفال السوريين تحت الأنقاض، وتم إخراج الطفل وللأسف يعني الأم توفت، ولكن هناك في حالات كتير بتمر من هذا النوع، أحيانا بيكون في أطفال صغار موجودين تحت الأنقاض، كيف بيتم التعامل مع هذا الموضوع؟ بالنسبة للمرحلة الطفل ممكن ما يعطيك المؤشرات صح، يعني ما يعرف يوصف لك شو صاير معه أو كيف، تماما يعني ما فينا نعول على وصفه. الحق معك، هو للأمانة يعني اللي عم بيصير عم بيدمي القلب، يعني حتى نحن اللي عم نقدر يعني اللي عم نشوفه نحن على التلفزيون وعلى الأخبار للأسف يعني أليم جدا، أليم جدا كإصابات أطفال أو نساء أو المسنين أو حتى بالنسبة للشباب. للأمانة الواقع الطبي بحالة الكوارث أو الإصابات لا يميز بين طفل أو سيدة أو عاجز، نحن أمامنا روح بشرية مهما كان العمر بهيك حالة، ولكن نحن كأشخاص خلينا نقول يعني نملك أحاسيس بالأول والأخير، فطبعا لهفتنا راح تكون على أطفال أكبر، على المسنين أكثر، على النساء يعني بالمرحلة التراتبية. بالنسبة للإسعافات الأولية المقدمة للأطفال لا تختلف عن المقدمة للكبار إلا بأجزاء بسيطة جدا، يعني نحن بنعرف أنه حيويا تختلف الحيويات بالنسبة للأطفال عند المسنين، هي ممكن أنه تأثر شوي بحالة الإسعاف. يعني لنفرض ذكرتي هذا الطفل، إذا نحن يعني مثلا إذا نحن نحكي على هبوط الضغط أو نحن نحكي على تباطؤ الحيويات بالنسبة له، دقات قلب هيك طفل بدها تكون بين 120 ل 160، فنحن نزوله تحت 100 هذا دليل انه الطفل فات بصدمة من ناحية خسارة دم او نزف او 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 او، فهي ممكن هي تلتبس شوي على الاشخاص خارج الرعاية الصحية، ولكن للأمانة نحن بنمشي بنفس الطريقة اللي هي تأمين طريق الهوائي، تأمين التنفس، تأمين الدوران والحفاظ على الجهاز العصبي بهيك حالة. طيب دكتور، خلينا نحكي أهم المحاذير والأخطاء في التعامل الإسعافي اللي ممكن الشخص يقوم فيها، مثل ما قلت هو مو قاصد يعني من باب النخوة والفزعة لاستخراج أي حدا اليوم تحت الأنقاض، هيك بس نركز عليها شوي. تماما، هي دائما عدم تثبيت المريض هي بأول نقطة. نحن مثل ما قلنا أنه الإصابات ممكن تكون شاملة العمود الفقري والكسور الجهاز الهيكلي، فنحن أي تحريك للإصابات بطريقة خاطئة رح يفاقمها. إذا كان نحن عندنا كسر لنفرض متبدل بشكل بسيط، نحن ممكن أنه نفاقمه، ممكن نحن أنه لا سمح الله نفاقم الإصابات العصبية تصل للشلل، فنحن أول شغلة هو تثبيت المريض بطريقة صحيحة، نحافظ فيه على الجهاز الهيكلي والجهاز العصبي. طبعا ثاني شغلة هي عدم الالتفات للطريق التنفسي، وهذا اللي نحن ممكن أنه كمان نخاف منه، لأنه نحن بينما نطالع الشخص ونوصله ممكن أنه تحدث الوفيات. بالإضافة كمان مثل ما تفضلتي الحفاظ على النزوف الصريحة، يعني ضغط مكان النزف، ربط العصبة فوق مكان النزف، هذا ممكن أنه يخفف من مسألة النزوف قبل ما نحن ننقل المريض لمكان العلاج. أكيد. بالختام نشكرك دكتور سامر يحياوي اختصاصي في طب الإسعاف والطوارئ على كل المعلومات اللي قدمت لنا، شكرا لك. عفوا، شكرا لكم. شكرا لك. أما هلأ سلمى خلينا ننتقل لمحافظة حمص، وضمن إجراءات الجاهزية والتحرك الطارئ تم تجهيز 6 مراكز إيواء لاستقبال المتضررين من الكارثة الإنسانية والزلزال المدمر. التفاصيل مع مراسلنا في حمص أسامة دايوب. ضمن إجراءات الجاهزية والتحرك الطارئة جهزت محافظة حمص 6 مراكز إيواء لاستقبال المتضررين من الزلزال الذي ضرب سوريا وإرسال آليات لمهازرة عمليات الإنقاذ في المناطق المنكوبة، كما قامت غرفة صناعة حمص بالتعاون مع اتحاد المقاولين والحرفيين بوضع آليات ثقيلة تحت تصرف المحافظة. من ضمن استجابة محافظة حمص للحالة الإنسانية اللي ألمت مؤخرا ببعض المحافظات السورية، هناك 6 مراكز إيواء هي مراكز حكومية أمنتها محافظة حمص، وبالتعاون مع الهلال الأحمر هناك مطبخ جماعي يمكن أن يقدم 2000 وجبة غذائية في حال الضرورة. تستوعب المراكز 4500 شخص تقريبا. قامت محافظة حمص بإرسال عدد من الآليات إلى المحافظات المتضررة من جراء الهزة الأرضية في محافظات حلب واللاذقية وحماة.
للمساهمة في عمليات الإنقاذ وانتشال الضحايا والعالقين تحت الأنقاض. كما قامت غرفة صناعة حمص واتحاد المقاولين والحرفيين بإرسال عدد لا بأس به من الآليات ووضعها تحت تصرف محافظة حمص بغية إرسالها إلى المحافظات المنكوبة. إضافة لذلك جميع جهات القطاع العام والخدمة في محافظة حمص مستنفرة بكامل آلياتها وطواقمها على مدار الساعة. في ظل ظروف قاسية نتيجة الحصار على سوريا، جهود كبيرة تبذلها الجهات المعنية بالتعاون مع المجتمع الأهلي في تأكيد على تكاتف السوريين لتجاوز المحنة التي تمر بها سوريا. أسامة ديوب، الأخبارية السورية، حمص. مع الأنوار وصلنا لمحطتنا الختامية لليوم. طبعا مثل ما حكينا ببداية صباحنا رح نكون مع محطات عديدة متنوعة، ومن أهم يمكن ما نرصده اليوم هو طبعا تضامن الشعب السوري يد بيد مع بعض بجميع الفئات ومن جميع المحافظات لدعم المحافظات المنكوبة. شفنا منذ اللحظات الأولى بدأت أغلب الجمعيات طبعا بالتعاون مع اتحاد الجمعيات الخيرية ووزارة الشؤون الاجتماعية بالاستعداد لحملات تضامنية من خلال إرسال كل ما يستطيعون من تقديمه من أهالينا داخل دمشق وغيرها إلى المحافظات السورية المنكوبة. أكيد سلمى، عم نرصد عبر شاشات الإخبارية جميع المبادرات الإنسانية الموجودة الآن على الأرض لدعم جميع المتضررين في المحافظات الأكثر تضرراً، حلب، اللاذقية، حما. تم إرسال العديد من القوافل المليئة بالمساعدات الإغاثية الغذائية الطبية لكل الناس المتضررين. من جمعية ساعد بلشت إرسال عدد من القوافل والمساعدات لكل المتضررين. نحكي عن القوافل ماذا تتضمن، استمرارية العمل، كيف عم يقدروا يتواصلوا مع المتضررين وإيصال جميع المساعدات لكل حدا بحاجة. اليوم معنا المتطوع بجمعية ساعد غدير محمد إبراهيم. صباح الخير. صباح النور، يعطيكم ألف عافية. الله يعافيك، أهلا وسهلا فيك غدير. يعني نحن يوم طبعا مساء التنين كنا موجودين بث مباشر بمركز ساعد بأحد المراكز اللي كنتوا عم تجهزوا فيها، وعرفنا أنه أنتوا تاني يوم رح تنطلق القوافل من دمشق إلى طبعا حلب وجبلة، وهي القافلة ما كانت القافلة الوحيدة ولكن تلاها عدد من القوافل. خلينا نبلش نحكي هيك تقريبا كيف كان الوضع عند وصولكم، وين الأماكن اللي توجهتوا لها. تمام، هلا بداية الله يرحم الجميع. أكيد الله يرحم إن شاء الله، الله لا يدر حدا يعني بالنسبة للأشخاص اللي تعانوا من المناطق هناك. بداية مع بداية الزلزال الساعة تقريبا شي الساعة 7:30-8 الصبح وزارة الشؤون أطلقت استجابة الطارئة للزلازل. هذا الشيء كان بالتنسيق مع اتحاد الجمعيات اللي موجود بالميدان حاليا. تم الاتفاق على أنه كل الجمعيات الموجودة بالمجتمع الأهلي بدمشق تجمع التبرعات من الأشخاص المتبرعين ضمن مراكز معينة هي بتحددها لأماكن تبرعات. بتروح هاي التبرعات كلها بتلتقي باتحاد الجمعيات، من هنيك تتجهز بالقوافل انطلاقا للأماكن المتضررة. بالنسبة لجمعية ساعد، نحن أطلقنا الحملة بيوم الاثنين صباحا، صار في أرقام خطوط ساخنة للتبرعات. مكان التبرع كان بمكتب الجمعية بمزي جبل موقف الفتح، عم يتم استقبال التبرعات أيا كانت. بالنسبة ل أكثر شيء نحن حاليا صراحة يعني بعد ما صار عنا تصور عن الواقع الموجود هناك عفوا، أكثر شيء كنا عم نحاول نأمن هو حليب الأطفال، فوط الأطفال، بحكم أنه يعني اليوم نحن كأشخاص الزلمة أو الشاب أو الصبية الكبيرة قادرة أن تتحمل برد لساعات محدودة، بس الطفل يعني هو كان وجهتنا الأولى صراحة يعني. صحيح، الدرجة الأولى صحيح. حليب مثل ما قلت لك، فوط الأدوية كمان، الأدوية بخصوصي بهذا البرد الموجود. بلشنا بالفعل نجمع التبرعات، نبعتها لاتحاد الجمعيات الموجودة بالميدان. من هناك بتتجهز هاي القوافل وبتطلق تباعا لجبلة، اللاذقية، حلب، حما، الأماكن المتضررة بشكل فعلي من الزلزال.
شفنا تكاتف وتظافر للجهود، تشبيك كبير للجمعيات على الأرض مع المجتمع المحلي لإيصال أكبر عدد من المساعدات للمتضررين. خلينا نحكي عن عملكم أنتوا الشباب اليوم وكيفية إرسال هي المساعدات، يعني عم تحاولوا تكونوا إيد واحدة. شفنا فزع ونخوة كتير كبيرة عند الشباب السوري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بنعتز وبنفتخر فيهم، بكبروا القلب على قد ما فعليا هن اليوم عم يحاولوا يكونوا إيد واحدة. كيف عم يتم هيدا التشبيك معكم انتو الشباب؟ بعرف في كتير ناس يمكن من فجر الاثنين اليوم ما نامت، عم تحاول تكون مثل ما قلت بالتواصل مباشر مع الناس، فاتحين خطوطكم على مدار 24 ساعة، يعني من بتوصل القافلة بيتم استعداد لقافلة فورا للوصول للناس. من يوم الاثنين من اول ما انتشرت الارقام الخطوط الساخنة، كمية الشباب يعني فقط بس بدها تتطوع، بل انا بدي يكون بحرب اليوم، أنا شخص بدي يكون بحلب، بدي يكون باللادئية. صح. صدقاً يوم التنين نحن كجمعية ساعد شفنا حلب، اللادئية، بانياس، طرطوس، جبلة، شفناهم بالشام، شفنا اللهفة طبعاً طبع الشباب. هذا الشيء بكبر فيك الشعور إنك أنت لازم لسه في خير البلد، يعني البلد لسه فيها خير. بالنسبة لنحن يعني بعتذر جداً، يعني نحن بنعتذر جداً إنه نحن ما فينا ناخذ هالكم الهائل من الشباب. رح نقاطعك سريعا لو عم نحكي عن المساعدات، لو بسيط جزء بسيط. معنا موفدة الإخبارية السورية من مطار دمشق الدولي لرصد آخر طائرات المساعدات الإغاثية الإنسانية من غذاء ومواد طبية. رشا أيوب، صباح الخير رشا. صباح الخير. من مطار دمشق الدولي لأول طائرة إماراتية وصلت اليوم على المطار الطائرة اللي عم تحمل مساعدات إنسانية وإغاثية ومواد طبية. حنكون ضمن تغطية مباشرة لإطراق حمولة الطائرة، وحنشوف معكم بالصور والصورة المواد التي تحتويها هذه الطائرة. اليوم ضمن حمل المطار موجود معنا الأستاذ معتز الجواجي، وهو معاون مدير الإدارة المحلية للجائزة. صباح الخير. اهلا وسهلا بحضرتك، جايكم يعطيكم الف عافيه وتشكر الجهود اليوم لكل المؤسسات الحكوميه السوريه. اهلا وسهلا فيكم. تم تشاهدين هي السياره الساخنه في مطار القطر الجوي الذي اقامته دوله الامارات العربيه المتحده الشقيقه من سوريا في هذه النحله التي تمر بها طائره مثل ما تشاهدون، طائره كبيره من طراز بوينت 847 تحمل نحو 84 طن من المواد الغذائية، تتضمن بشكل أساسي قيم طبعا توزيع هذه القيم من خلال لجنة عليا للغذاء لتسد من المحافظات والمتضررات وثلاثة على المستوى العالمي. هناك العديد من الناس الكبيرة أصبحت بدون مأوى، فهي تساعد هذه القيم في احتواء هؤلاء. أستاذ معتز، كيف يتم تسخير هذه المساعدات بعد إفراغ الحمولة؟ هل يتم نقلها إلى المستودعات أو إلى المناطق المتضررة بشكل مباشر؟ نحن ننقل إلى المحافظات المتضررة بشكل مباشر عبر اللجنة العليا للإغاثة. نحن ندير طبعاً اللجنة العليا للإغاثة لإرسال غرفة العمليات الموجودة في الوزارة، اللجنة العليا للإغاثة لها فروع في المحافظات، وهذه الفروع تتولى التوزيع حسب الاحتياجات. نشكرك وأنتم يعطيكم ألف عافية لكل الجهود المبذولة من حضرتكم. طبعا نور، شاهدنا وصول العديد من الطائرات إلى مطار دمشق الدولي التي تحمل مساعدات إنسانية وإغاثية وأدوات طبية وأيضا مستلزمات لتجهيز مراكز الدواء ومستلزمات للتدفئة، ورح ننتقل مباشرة لنتعرف أكثر على حمولة الطائرة وماذا كانت تحتوي. معنا السيد رائد الخطيب، حضرتك كمدير تقديم المطار، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا فيك يا استاذ. نحن مولانا نحن عندنا بنقدم طائرات خاصة، ونحن نشعر حاليا بالفخر انه عم نساهم في لوس بسيط في شغلنا لحتى ندعم اخواننا المنظمين في مرات الاستبداد. وهي الطائرة الإماراتية الثالثة، هي طيارة جامبو 747 فيها 83 طن مواد غذائية. ماذا تحتوي بالتمثال؟ معظمها مواد غذائية طويلة الأمد، المعلبات ورز وسكر وزيت والمواد اللي هي بتزيد لمدى طويل
هذه الحمولات سيتم نقلها الى المستودعات او كيف سيتم ارسالها الى المناطق المنسوبه ضمن ضمن سوريا؟ الحد هذا مو اختصاص بس اظن انها تتحمل فورا من هون للمناطق الموجوده بسوريا فورا لانه هن بحاجه ماسه لها تطلعوا رشا. عم نرصد عبر شاشة الإخبارية السورية وصول طائرة مساعدات إنسانية من الإمارات محملة بالمواد الغذائية والطبية إغاثية لوصولها إلى إيصالها إلى جميع المتضررين من الكارثة الإنسانية الزلزال المدمر. أكيد تحية لكل الدول العربية اللي عم تحاول اليوم كسر الحصار الغاشم، حصار الغرب الأطرسي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، وإيصال المساعدات الإنسانية اليوم ضمن العقوبات. المساعدات الإنسانية لازم ما تشملها، لكن للأسف ما عم توصل المساعدات الإنسانية لسوريا. العراق الشقيق فتح جسر جوي لإيصال جميع المساعدات الإنسانية إلى سوريا اليوم. بالكارثة الإنسانية تتوحد جميع فينا نقول الجهود والضمائر الإنسانية، تتنحى السياسة جانبا. اليوم عندنا حالات إنسانية كتير سيئة ومتضررين في محافظة حلب، اللاذقية، حما، طرطوس، إدلب. يجب اليوم إيصال جميع المساعدات لكل الناس. سلمى، كاميرا الإخبارية عم تكون متواجدة بجميع المطارات بحلب، اللاذقية، بدمشق لرصد جميع الطائرات. فنحن يمكن قدام حالة إنسانية كتير كبيرة، كارثة إنسانية وقع وجع على كل السوريين. نحن اليوم عم نحاول ضمن شاشاتنا ندافع عن المتضررين اليوم لإيصال المساعدات لإلهم. نحن عم نشوف حالات إنسانية مؤلمة، وجع كتير كبير بقلوب السوريين اليوم. اليوم يمكن عبر شاشة الإخبارية عم نوجه نداء لكسر الحصار على سوريا. صحيح نور، يعني من اليوم الأول لوصول الطائرات حقيقة كانت الطائرة الأولى من إيران وبعد تلاها من العراق الشقيق. طبعا أول أمس وصل عدد من الطائرات الإماراتية. صحيح. كانوا طائرتين مع الهلال الأحمر الإماراتي ورئيس منظمة الهلال الأحمر الإماراتي الذي وجه نداء أيضا بأنه يجب أن نقف. صحيح. إلى سوريا ومع الشعب السوري إنسانيا. وأيضا اليوم تصل ومبارح وصلت طائرة إماراتية كانت طبعا هي طائرة ركاب تحوي مواد إغاثية مرسلة من طبعا المغتربين في الإمارات. واليوم تصل طائرة أيضا من الإمارات إلى مطار دمشق، وبهذا يكون تقريبا عدد الطائرات من الإمارات هي 4 طائرات وصلت إلى مطار دمشق الدولي. طبعا مع استمرار وصول هذه المساعدات من جميع الدول إن كانت العربية أو الأجنبية هي دليل واضح جدا على أن في كل فاجعة وفي كل كارثة إنسانية تتوحد الشعوب. صحيح. ودائما الألم الكبير يوقظ الضمير العربي وهو ما ننتظره دائما. شكرا لكل من هب ليكون مع سوريا في هذه الأزمة متناسيا أي شيء ممكن أن يعيق هذا الموضوع حتى وإن كانت تلك العقوبات القسرية. نرجع مشاهدينا لموضوعنا، وكنا عم نحكي مع فريق ساعد طبعا اللي بلش بحملته. خلينا نرجع لعندك غدير، يعني كنا عم نقول أنه بدأت القوافل بالاتجاه إلى حلب وجبلة، مبارح وصلت القوافل الأولى. خلينا نحكي عن هاي القوافل، كم قافلة يعني كم شاحنة أو عربي وصلت إلى المحافظات كل من حلب وجبلة، وشو كانت تحتوي تقييمكم المبدئي للوضع هناك، وهلأ القوافل الثانية اللي رح تنطلق شو المواد رح تكون موجودة فيها؟ هلأ بالقوافل اللي طلعت على جبلة وحلب كانت بتحتوي على ألبسة لجميع الأعمار، كانت تحتوي على أدوية المهمة والضرورية، كانت تحتوي على الغذائيات المعلبات، كانت تحتوي أيضا على حتى المعقمات الحليب بما يخص يعني الحاجات الضرورية والحاجات الأساسية اللي بيحتاجها هلا حاليا الشخص اللي ما عنده مسكن. بالنسبة لحلب دغري رئيس مجلس إدارة عصام حبال بيوم الزلزال حصرا صباحا دغري باشر بمطبخ خس الجوع، نحن بالعاده مفتوحه برمضان. صحيح. فتحوا قبل بوقت حتى يطبخ يوزع الاكل للاشخاص المتضررين يوصلون كميه اكثر، يعني حتى نحسن احنا اكبر عدد من الاشخاص يعني المتضررين. بالنسبه لجبله تم تقسيم التوزيع خليني اقول لك لفئتين، فئه للاشخاص اللي تضررت
يلي ما عاد عندها مسكن، ما عاد عندها مأوى، وفئة الأشخاص يلي عم يستقبلوا هدول الأشخاص. يعني اليوم أنا إذا بدي استقبل عائلة مثلاً مكون عدة أشخاص، صار عندي حمل زايد بالبيت، صار في عندي مصروف زايد، صار في عندي أكل زايد، أنا أكيد. بدي طعمي هدول العالم، فرحنا استهدفنا كمان هاي الفئة، إنه أي حدا قام بإيواء عدد أشخاص، فرحنا كمان استهدفنا هذا الفئة بأنه نمده بشوية غذائيات، نمده بالشيء المحتاج هو كشخص حتى يقدر يأمن الأكل والطعام واللبس لهدول العائلة اللي احتواهم بالبيت. أما بالنسبة لحلب تم توزيع مراكز الإيواء، خليني أقول لك، لقطاعات. رحنا كجمعية ساعد، رحنا استلمنا مسؤولين عن 20 قطاع حاليا موجودين بحلب. نحن المسؤولين عن تأمين المواد كاملة من الغذائيات. طبعا هاي المواد طبعا مثل ما قلت لك جاي من القوافل اللي هي مجهزة مسبقا من قبل الجمعيات موجودة بالشام. القوافل مستمرة، الخير مستمر، التبرعات عم تجينا كل يوم بكثافة، المتطوعين أنا يعني نحن اليوم عن جد صدقاً بنعتذر، لكن في أولوية. اليوم أنا إذا بدنا نأخذ نحن 2000 متطوع فرضاً لهاي المحافظات جميعاً، لازم نحن لازم نأمن لهم مسكن، لازم نأمن لهم محل يناموا فيه على القليل حتى يرتاحوا. الألفين متطوع بدل نحن ما نأمن منامي، لا نأمن منامي للألفين متضرر. بس عم يكون تشبيك، يعني حكينا خلال حديثنا كثير من الناس والشباب بالمحافظات السورية تواصلت معكم، هبت إيد واحدة لتكون هي جسر عبور لإيصال جميع المساعدات للمتضررين. في كثير من الناس عم نرصد عبر شاشات الأخبارية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي تركت بيوتها ونزلت على الأرض لتكون مع الناس، وهي دائما بنشوفها بكل يمكن الأزمات اللي تعرضنا لها، النخوة عند الكل السوريين، هي الهبة سوا بتلاقيهم ايد واحد. الناس اليوم عم تتشارك حتى بيوتها، نحن كنا عم نرصد حتى عبر مواقع التواصل الاجتماعي كثير من الناس كانت عم تحط ارقام للتواصل انه بيتي مفتوح لكل المتضررين لا ايصال المساعدات لهم. تمام. هلا نحن يعني قصدي فكر عم نحكي نحن عن الشباب اللي موجودين بالشام. الموجودين بالشام طبعا اهل الخير بجبله وحلب ما حدا عم يقصر، طبعا كله صحيح. نازل، اما نحن بالشام نحن عم يحكوا معنا في مجال نوصلونا اخر عدد كبير، اكيد عدد كبير، احنا ما عندنا هالقدره هي كامله. نحن لا، اولويتنا للقوافل نوصل الحاجات الاساسيه هني، نحن مش عم نطلع زياده على الشام نسبب ضغط، يصير نحن بدل ما نكون وسيله لحتى نساعد يصير ضغط عليهم اكثر بزياده. فبس هي فكرتنا بالنسبه لموضوع التطوع، ولو انه نحن جاهزين موقعنا بمز جبل موقف فتح اللي حابب يساعد هون ضمن الشام لتجهيز القوافل فنحن جاهزين طبعا. اكيد حتما. اكيد يعني دائما نحن بنحكي قد ايه نحن بنكون فخورين بشبابنا التطوعي بكل الجمعيات، تحيه لهم اللي وقت بيصير اي مشكله بيكونوا هن مستعدين يكونوا موجودين ويقدموا اي شيء. اليوم هي حاله التضافر يمكن نحن بحاجتها اكثر من اي وقت مضى. ايضا خلينا نقول كيف ممكن الناس تشارك، يعني كنا عم نسمع من الاستاذ عصام وقت كنتوا عم بتجهزوا انه اتصلوا في اكثر من 1500 شاب. مزبوط. قالوا لو نحن جاهزين نكون موجودين معكم. فيعني حتى هذا الموضوع جدا مهم انه اليوم ساعد مو بس الشباب التطوعي، كمان عم بيحاولوا في ناس يتطوعوا معكم هون انتم كمتطوعين قدامى، يعني فينا نقول بتعرفوا اساسيات هذا العمل وخطوا اكثر من ازمه ضمن طبعا هالعشر سنوات اللي مرت فيها سوريا. كيف عم بيكون التعامل، كيف بتضموا المتطوعين الجداد كل هاي الارشادات؟ هلا بالنسبه للمتطوع الجداد حسب يعني حسب المبادره اللي هو عم يتطوع فيها بيتم تدريبه لفتره. نحن المبادره نحن بنشتغل هيك هيك هيك، بنسلمه مهام معينه بحيث انه هو يقوم فيها لاكمل وجه. بالنسبه لموضوع الزلازل نحن كان في تجميع التبرعات، اليوم مثلا في عنا مثلا اليوم ازمه السير كمان لسه موجوده، المواصلات موجوده، نحن عم نحاول الشباب اللي بدهم يتطوع مثلا انت بمنطقه الفلانيه فلنفترض حاول اجمع لنا التبرعات من هالمنطقه، جمعنا اياها بمكان محدد حتى نحن نقدر نجيبها، احسن نحن ما ندور بكل بيت صراحه. يعني اليوم كثير بيجينا اتصالات انه انا امراه كبيره بالعمر ما فيني عم انزل، ما فيني اتبرع، ما فيني انزل انا على المزه. طيب نحن وين حضرتك ساكنه؟ في ارقام للتواصل للشباب. عفوا، في ارقام للتواصل للشباب موجودين بعده مناطق، معهم سيارات، هدول الاشخاص تطوعوا حتى يبرموا على البيوت يلموا التبرعات ويبعثوا لنا اياها كامله. حاليا يعني هي فكره التطوع، نحن عم نساهم بهذا الشيء. اضافه للشباب عم يجوا لعنا على المكتب عم يساعدوا بفرز الالبسه، تجهيز المعلبات، تحميلهم على السيارات، حتى تنزيلهم باتحاد. وهذا الشيء عم يتم على 3 يعني 24 ساعه، نحن باب المكتب مفتوح، عم يتم على 8 ساعات، كل 8 ساعات في عالم عم تجي عم تريح اخرين عم تستلم هي الشغل ل 8 ساعات ثانيه. ان شاء الله يا رب هيك الله يقدرنا انه نحن يعني عن جد نقدم شيء ولو شيء بسيط يعني، لكن ان شاء الله يعني
هي قدرتنا حاليا الحمد لله. الله يعطيكم الف عافيه. مجهود كبير عم تقوموا فيه. تحيه لكل المبادرات والجمعيات الانسانيه الموجوده اليوم على الارض بالتشبيك مع المجتمع المحلي لتقديم العون والمساعده لكل المتضررين. اكيد تحيه لكم جمعيه ساعد لكل الشباب والكادر اللي يمكن بنعرف من التنين هلا في كثير من الناس ما نامت عم تحاول على مدار الساعه التواصل لتقديم يد العون للكل. شكرا كثير لك. شكرا لكم. شكرا كثير لكم. شكرا لك ويعطيكم العافيه وان شاء الله يا رب ايد بايد بنقدر نطلع قدر المستطاع من هي الفاجعه. طبعا المحبه اللي موجوده بقلوب الناس واللهفه اللي موجوده كثير كبيره وبنعرف الكل عم بيحاول يقدم ويعمل اي شيء ولو بحسب مقدرته. يعني في كثير ناس سمعنا فتحت بيوتها كتبت بوستات انه انا ما عندي شيء اقدمه بس انا بيتي موجود. اللي بالشارع يتفضل يجي يقعد، اللي بيعرف عائله بحاجه انه تتفضل تيجي لعنا، هذا لوحده بكفي. كلياتنا بنقدر نعمل شيء لما بنتوحد سوا. صحيح. واكيد يا رب يهون على سوريتنا الحبيبه وتضل بلدنا بخير مهما مرت الصعاب. اكيد بدنا نقول تحيه لكل الشباب السوري، لكل الجمعيات والمبادرات وجميع القطاعات اليوم الخاص والعام وجميع الوزارات اللي عم تحاول تستنفر على مدار الساعه لتقديم المساعدات لكل المتضررين. اليوم عبر شاشه الاخباريه عم نرصد على مدار الساعه وصول جميع الطائرات من مطار دمشق الدولي وحلب واللاذقيه، طائرات الاغاثيه، المساعدات الانسانيه والغذائيه والطبيه من الدول الشقيقه، العراق، ايران، روسيا، تونس، الجزائر، الإمارات، مصر، ليبيا. أكيد تحية لكل الدول العربية والأجنبية اللي عم تحاول تكسر الحصار الغاشم على سوريا. اليوم نداء لكسر الحصار وإيصال جميع المساعدات. في عدد كبير من المتضررين اليوم عبر شاشة الإخبارية أسفل الشاشة في كثير من الأرقام عم تكون موجودة. منها أجنحة الشام أطلقت مبادرة لإيصال المساعدات عبر طائراتها للشحن المجاني، في أرقام ممكن التواصل معها ببعض الدول العربية. جريح وطن أيضا عبر مكاتبه لإيصال المساعدات والعون كمان عبر شاشة الإخبارية بأسفل الشاشة، واللجنة العليا للإغاثة مصرف سوريا المركزي كمان هناك حساب للتبرع لجميع المتضررين وحسابات فرعية في محافظة حلب واللاذقية وحماة. اليوم كلياتنا كسوريين عم نحاول نكون إيد واحدة لمد يد العون لكل المتضررين. يا ريت بنقدر نوصل لكل شخص سلمى نمد إيد العون والمساعدة للكل. بدنا نقول بالختام خالص العزاء لجميع الضحايا والأهالي، قلوبنا معكم والرحمة لكل الشهداء. أكيد نور، الله يرحم كل الشهداء وأسر الضحايا وإن شاء الله دائما جرحانا يكونوا بألف خير. لا تنسوا طبعا نحن متواجدين معكم على الهواء مباشرة عبر تغطياتنا. كل الشكر للفرق الإعلامية المتواجدة على مدار 24 ساعة في كل المحافظات من دمشق وأيضا حلب واللاذقية وحماة وطرطوس، شبكة المراسلين التي لم تهدأ منذ اللحظات الأولى ضمن كل ظروف أيضا الجو الصعبة التي نواجهها أثناء هذه التغطيات. أكيد بدنا نقول الرحمة لشهدائنا واستمروا دائما في متابعة كل الأخبار الصحيحة والحقيقية من مصادرها عبر شاشات الإعلام الرسمي. إلى اللقاء.